السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم كيتعلق بالمساعدات المالية اللي كتقدمها الدولة للفلاح، بتعبير آخر كيفاش يستفد الفلاح من إعانة الدولة. إخواننا الفلاحة، بعد ما درنا مجموعة ديال الفيديوهات كتشرح المساعدة المالية للدولة في بعض المشاريع الفلاحية، ارتأينا اليوم باش نديرو هذا الفيديو استجابة لبعض الفلاحة اللي كيتسألوا على كيفاش يمكن الفلاح يستفد من الإعانة، وشنو هما الحوايج اللي يمكن يستفد منهم، والأجل إلى غير ذلك من الأسئلة اللي كتهم هذا الموضوع. لذلك حاولنا باش نديروا واحد التلخيص مبسط، نتمنوا التوفيق فيه إن شاء الله. ومن بعد الأخت بسمة الخطابي غادي تعطي واحد المثال في تجهيز الأراضي الفلاحية كيتعلق بالسقي بالتنقيب أو الكوتاكوت. إذا كان نصحوا الفلاح اللي باغي يطلب الإعانة باش ينجز المشروع ديالو أو يشتري المعدات الفلاحية باش يتقدم أو يتجه للشباك الواحد اللي كيتواجد إما في المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمنطقة اللي عنده فيها الأرض ديالو. وقبل ما ينجز المشروع تيطلب من الشباك الواحد الوثائق باش يوجدها باش يعطي طلب الترخيص المسبق أو طلب الموافقة المبدئية. ومن بعد الموافقة على هذا الطلب وإنجاز المشروع عاد يمكن يدفع طلب الإعانة في الشباك الوحيد. وطلب الترخيص المسبق هو كيتعلق بالمساعدة المالية اللي كتقدمها الدولة تشجيع الاستثمار في وحدات الإنتاج بحال المعصرة ديال الزيت ومشاريع السقي إصلاح الأراضي وبناء الكوارع ومراكز جمع الحليب وغرس الأشجار المثمرة، إنتاج فحول الغنم والبقر وملكة النحل والشراء ديال فحول الماعز والجمال. أما طلب الموافقة المبدئية فهو كيتعلق بالمساعدات المالية اللي كتعطيها الدولة باش تشجع على شراء الآلات الفلاحية وآلات تربية المواشي بحال ماكينة ديال الحلب، بحال كذلك لونسيلاج أي السلواجة وآلات النحل. وفي هذه الحالة كيتنزل للشباك الواحد بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. الفلاح تيحط واحد الملف ديال طلب الترخيص المسبق في جوج ديال النسخ في الشباك الواحد اللي تابع للأرض اللي غادي يتعمل فيها المشروع. وبعد التأكد بأن الملف كامل كيسلم الشباك الواحد وصل إيداع الفلاح. وفي حالة ما إلى خاصة شي وثيقة كيطلبها الشباك الواحد من الفلاح باش يجيبها. ومن بعد الدراسة التقنية للملف والموافقة عليه كيتسلم الفلاح شهادة ديال الترخيص وفيها الأجل باش تنجز هذا المشروع. وهذه الموافقة على الترخيص عندها واحد الأجل محدد لمصالح الفلاحة باش تعطيها، بحيث ما خصها تفوت 20 يوم عمل بالنسبة للمشاريع السقي الموضعي والتكميلي وقلع الأحجار والشباك ضد التبروري وبناء الكوارع ومشاريع وحدات التثمين اللي خارج التجميع. أما باقي المشاريع الأخرى بحال مراكز جمع الحليب وغرس الأشجار المثمرة والمغروسات الجديدة لقصب السكر، إنتاج فحول الغنم والبقر وملكة النحل، وشراء فحول الماعز والجمال في الأجل ما خصش يفوت 12 يوم عمل. ومن بعد تاريخ الموافقة الموظفين اللي مكلفين بتتبع الملف عندهم الحق باش مرة يزوروا موقع المشروع باش يتأكدوا من إنجاز المشروع. وكذلك الفلاح كيوضع ملف طلب الموافقة المبدئية في جوج نسخ في الشباك الواحد بعد ما كيتدرس الطلب ويتم التأكد بأن الملف كامل وبأن الشروط متوفرة باش يستفد الفلاح من الإعانة اللي طلب. الشباك الواحد عنده 5 أيام عمل باش يجاوب الفلاح إما بالموافقة أو الرفض ويطلب الوثائق كذلك اللي خاصه. أخي الفلاح، الحالات اللي ما كتحتاج لا طلب ترخيص أو الموافقة المبدئية هي استيراد العجلات وإنتاج العجول التهجين الصناعي والشراء ديال الكبسولات توتا أبسوليتا والشباك للوقاية من الحشرات داخل البيوت المغطاة أي داخل للسير، وإعادة غرس الأشجار المثمرة بعد ما كنقوموا بالقلع الشجر اللي مريضة باللفحة النارية. من بعد الحصول على الترخيص المسبق أو الموافقة المبدئية الفلاح عنده أجل محدد باش يقدم طلب الإعانة. بالنسبة للملفات اللي كتهتم بتجهيز السقي إصلاح الأراضي وشراء الآلات الفلاحية وتربية المواشي والشباك ضد التبروري
وغرس أشجار الزيتون والحواميض واستيراد العجلات والماعز والجمال وشراء الشباك ضد الحشرات في البيوت المغطاة للسير وبناء مراكز جمع الحليب وإنتاج فحول الغنم والبقر وملكة النحل. الفلاح عنده واحد الأجل ما يفوتش عام. أما بالنسبة لوحدة تسميد المواد الفلاحية وبناء الكوارع وإعادة غرس الأشجار المثمرة بعد قلع الأشجار المريضة باللفحة النارية، الأجل كيوصل لعامين. وبالنسبة لإنتاج عجول التهجين الصناعي، شراء كبسولات علاج توطأ أبسوليتا وغرس قصب السكر، كيكون هذا الأجل غير في 6 شهور. إذا كان سبب عند الفلاح في تأخير إنجاز المشروع، خاص ضروري دار طلب التأجيل قبل ما يتقاضى الأجل القانوني، وفيه أسباب ديال التأجيل ويتنزل أو يتحط في شباك الوحيد. في حالة ما إذا الإدارة أرى ما اقتنعت بهذه الأسباب، الأجل الإضافي اللي كتعطي ما كيفوتش 6 شهور. من بعد إنجاز المشروع في الأجل القانونية، كيقدم الفلاح طلب الإعانة في 2 نسخ للشباك الوحيد اللي نزل فيه طلب الترخيص، وهذا الطلب كيكون مرفوق بعدد من الوثائق اللي كتخص كل مشروع. من بعد ما كيتقبل هذا الملف والتأكد في عين المكان بأن المشروع تنجز، كتقوم الإدارة المكلفة بإخبار الصندوق الجهوي للقبض الفلاحي اللي كيتكلف بأداء المساعدة المالية للمستفيد من الإعانة. ودابا غادي نتكلموا على كيفية الاستفادة من إعانة الدولة في تجهيز الأراضي الفلاحية للري بالتنقيط والوثائق المطلوبة ومبلغ الإعانة بالنسبة للتجهيز الفردي. على حسب المخطط المغرب الأخضر، أصبح ممكن الاستفادة من الإعانة الخاصة بالري بالتنقيط الجوتا جوت على حساب شحال الفلاح عنده من هكتار. إذا كان عنده أقل من 5 هكتارات فكتكون الإعانة 100%، والمقصود أنه كيستافد من كل شيء، تمن ديال التجهيز كامل، ولكن ما يتعداش 45,000 درهم للهكتار. وإلا زاد الفلاح الباصان أي السهريج فكيتزاد 20,000 درهم للسهريج. أما الفلاحة اللي عندهم أكثر من 5 هكتارات فكتكون الإعانة 80%، وكيستافدوا 80% من التجهيز في حدود 36,000 درهم للهكتار، والسهريج 16,000 درهم. وكيتم تقسيم ديال المبلغ ديال الإعانة على حسب كل عنصر والثمن ديالو، والدولة عطات تقدير لكل مكون والثمن ديالو بحال لا كوندويت أي القوادس الرئيسية والستاسيون والبومباج والبير إلى آخره. وأول خطوة كيديرها الفلاح هو وضع ملف طلب الإعانة، وكيمشي الفلاح للمديرية الإقليمية للفلاحة أو للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وكيتكون ملف طلب من شهادة الملكية للأرض الفلاحية أو لا شهادة استغلال أو لعقد الكراء أو الرهن، ونسخة بطاقة تعريف إيجاليزي ولو بلون توبوغراف باش كتعرف الارض فين جات والمساحه بالضبط واش مسطحه ولا لا، ومن بعد طلب رخصه حفر البير الا ما كانش في الارض. وكيعمر الفلاح واحد النموذج فيه معلومات وكيتواجد في المكتب. وعندنا كذلك تصريح الشرف بان الفلاح ما كيملك حتى شي ارض اخرى، هذا بالنسبه للفلاح اللي عنده اقل من 5 هكتارات. وكذلك دراسة المشروع، وخاصها تكون هذه الدراسة من طرف شركة معتمدة من عند الدولة، وضروري تكون وثيقة تثبت ذلك. ومن أحسن كنصيحة يختار الفلاح الشركة اللي غادي يدير له الدراسة تكون عندها سمعة مزيانة وكيجهزو مزيان. ومني كيتوضع الطلب كياخد الفلاح توصيل هو اللي فيه رقم الملف، وكتكون إجابة من شهر إلى سنة على حساب الجهة. ومن بعد ملي كيتقبل الملف كيبداو التطبيق ديال التجهيز، وهنا خاص الفلاح يرد البال مزيان ويشوف واش التجهيز اللي عنده في الدراسة هو النيت اللي كاين في الأرض ديالو. ومن بعد التجهيز كيولي الفلاح يدفع الملف آخر هو ديال الإعانة اللي كيتكون من لي فاكتور كاملين اللي خسر في الأرض للتجهيز وعقد التزام ديال المحافظة على التجهيز لمدة 5 سنوات، والكونت ديال البنكة باش فيه عايز سلم الفلاح الإعانة ديالو. وهنا كنوصلوا لنهاية ديال الفيديو، واللي عنده شي تساؤل ولا بغى مزيد من المعلومات يخلينا في الكومنتار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.